حرب المصافحة ترامب حين يسحق أيدي مصافحيه. الرئيس ترامب بقى فيه اهتمام تام جدا بكل حاجة بيعملها أثناء وجودي في بيت الأبيض أو خارج البيت الأبيض، إنما في اهتمام في مواقع كتيرة وصحف كتيرة عالمية وقنوات تلفزيون عن طريقة المصافحة بتاعة ترامب لما بيصافح الآخرين. فالصحفيين قالوا إنه بيسلم بشدة وبيشد بقوة، بيجذب إيد الشخص اللي بيسلم عليه، وهو اللي قرر يبدأ السلام إمتى وينهيه إمتى، وبيمسك بعنف شديد جدا وهو في السبعين من عمره، لكن شوفوا إنه أقوى من أي شخص على الإطلاق بيسلم عليه. فالبعض عمل له بقى كليب لمواقف مختلفة إنه إزاي بيصافح، وإزاي بقى رئيس وزراء كندا درس هذا الموضوع فما قدرش عليه ترامب، لأنه لما سلم عليه حط إيده على كتفه فما قدرش ترامب يعمل الحركات ديت. والأمر الثاني لما جاي يسلم عليه هو قاعد ما قدرش يعمل زي رئيس وزراء اليابان، إنما كان منتبه إن لا يبدو ترامب أقوى منه ولا إنه يضغط عليه أو يسحق إيده زي ما عمل مع آخرين. هو موضوع في درجة من التسلية، إنما ده يبين قد إيه إن حتى ما يمكن تسميته حرب المصافحة أو ماذا يفعل ترامب حين يصافح الآخرين بقى موضع اهتمام الإعلام العالمي.